الآن إلى إيران، وفي آخر مستجدات الملف الإيراني أظهرت مقاطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان وسماع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار من سجن إيفين الواقع في العاصمة الإيرانية طهران. يأتي ذلك فيما نقلت تقارير محلية أن أسر السجناء تجمعوا أمام بوابة السجن الذي يحوي المئات من المحتجزين السياسيين. زندان اوین کلن داره آتیش میگیره.